عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك. مقطعنا اليوم أكبر طبخة راح أطبخها بحياتي، 30 حبة دجاجة بالقدر هذا اللي هي تكفي 100 رجال. راح أبدأ من الصفر معكم لما نشوف وش الناتج. الله يسر، والله أني أنا ماني عارف الكمية لكن بسوي اللي علي، ولا راح أطبخها على غاز. لا 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 لا، أبي نكهة الحطب. ويا مرحبا والله ومسهلا. يلا حيا مشوح. يا مرحبا نشلت سلاحك ملون. بيربل والله بالدكة بسوين. يا جماعة أنا أدري أن الأكل كثير، ما راح أوكل بس الشباب، جميع العمال اللي يشتغلون حولنا أكثر من 30 رجال يأكلون إن شاء الله. أساس الطبخ نبدأ فيه يا جماعة الخير اللي هو بصل، شيء أساسي بالبصل يا جماعة الخير أنك لازم تدمع وتبكي. يقولون أن البصل الدموع اللي تطلع معاه هذه تفيد العين يقولون. الله أعلم، أنا أنتم اسألوا وشو للحين لابس كاب. يلا ماله، بس والله يا جماعة الخير أني أنا متعود والله. بس يلا طبعا أربط يا جماعة عشان الكاب. بس هلا يا جماعة الخير نبدأ بإيش؟ بالطماطم. طبعا ما يضر انك تاكل واحدة، برضو تعطي المصور واحدة عشان يتقوى. وكذا خلصنا البصل والطماط. الدجاج يا أسامة الدجاج. طيب خلصنا البصل والطماط، الآن البهارات جميعها بأنواعها موجودة. النشا هذا ايش بستخدم يا جماعة؟ للكشنة. طبعا قطعت تقطيع ثاني للبصل اللي هو بالطوم عشان نسوي الكشنة. شوف البطاطس هاي توها والدة، شوف مولود صغير جاي مولود. طبعا بدينا تقطيع البطاطس يا جماعة، هذا ما يذكركم شيء، كنا خشم واحد من الشباب صح؟ طيب بسم الله. طبعا التقطيع كيف بيكون يا جماعة؟ مربعات يعني، لا هو اللي كبير ولا هو اللي صغير، زي كذا يعني في الطبخات الكبيرة. والآن جزر، في ناس كثير يحبون الجزر يا جماعة الخير، برضو في ناس كثير ما يحبون الجزر مع أنه الجزر مفيد جدا، والله العظيم أنه مفيد مرة ويقوي النظر عند الإنسان. كذا خلصنا. هنا الزبدة، الله يستر يا جماعة. والله شوفوا ترى الواحد يجرب مهما كان شيء صعب ولا سهل، جرب إن شاء الله. أني أنا واثق من نفسي ومثبتها زين يحتر القدر. نبدأ نحط الزيت. الصلصة يا جماعة لازم، الله العظيم مني خايف يا جماعة. ترى أكثر من 30 رجال والعمال ينتظرون، قلت له ما تتعشون، وأخاف أنه ما يضبط. إذا ما ضبط والله شعور مو حلو، قسم بالله أني حرمتهم من الأكل، لكن إن شاء الله بإذن الله أنه أكلي يجمل ويأكلونه ويقولون شكرا يا رب. أسأل الله أن يجعل الأجر هذا لي ولكل مشترك عندي. إي والله أن الأجر لي ولكم بإذن الله. بسم الله نبدأ بالزيت. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجرب. يا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. نخليه لما يشقر البصل، اول ما يصير اشقر. حطينا الطماطم، بدا يشقر البصل معنا، بس نجلس شوي. هذا اللي يحتاج انه يكون لون البصل اشقر. الان كب الطماطم. بسم الله وعلى بركه الرحمن. نحط لنا كم ثومه مع قشره مع كل شيء. ارمي بس راح، يعني مو مع قشره، يعني شيل اللي فوق دي يعني من فوق، هذا شيله بس خلاص. بسم الله. الآن يا رجال وش نسوي تتوقعون يا جماعة الخير؟ الأساس الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما غسلناه اصلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحين شو نسوي يا جماعة؟ الآن نبدأ نحط الصلصة. تقريبا درزن كامل صلصة تحطون. الآن بهارات يا جماعة الخير، بهارات عندي أنواع كثير من البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ بهارات الباردة، فلفل أحمر. تعال لا نونو نيني بونو، لا لا لا
هندي يا فلفل شوي يعني بهارات هذه طبعا. ناخذ روب عفوا يعني ليمون اسود، بهارات دجاج، فلفل اسود ناعم، قرنفل كم حبه بس، توابل الدجاج، بهارات مسكره برضو هذه حلوه احبها مره. هنا ناخذ ملح بس مو كذا، لا كذا. ونخلط يا وحش، بسم الله. فوق تحت، خلي البهارات تتداخل مع الدجاج، بسم الله. البهارات احس انه يبيها شوي بعد. توابل تندوري، هذه يسميها كبسة الشتاء، بتدفيك باذن الله. يلا كمل. بعد تعب وكرف ولفلفه احس اني عضلت. مويه، عطنا مويه يا ولد. نضيف البوتيتو ونضيف الجزر. مويه. بسم الله. لازم نخلط بعد لما النكهات تتداخل مع بعض. المويه لما يتغطى الدجاج. حلوين حلوين، نكبسها لمده نص ساعه او اكثر، قابل للزياده لانه كميه كثيره اتوقع انه يبيله وقت ازود، لانه حتى القدر مو بضغط. بس الان نقول بسم الله ونغطيها. يا رب. يلا الان قفل عليه لمده نص ساعه. بسم الله. طيب يا جماعة الخير، الكشنة قطعنا البصل بهذه الطريقة، ليش؟ عشان تضبط الكشنة وتشوفونها مين. بس لازم نضيف نشا مع الكشنة، تخلطون، تضيفون النشا هنا بالبصل، تخلطون كمية هذه بس، تخلطونها لما داخل مع بعض. بعدين نوديه الزيت لدرجة حرارة 180. الله حسيت اني يا طايب. ممتاز، الان نوديه للزيت بس مو بهنا، جوا، مو من شاشي لصحتكم. طيب بسم الله. يلا يلا. طيب يا جماعة، القدر كبير مرة وفي فتحات بالغطاء قاعد يتنفس، فحبيت اكتمه بالقصدير. هنا طبعا خلص الزيت يا جماعة الخير، فلذلك بنحطه لدفعتين اللي هو الكشنة، كشنة اللي هو بصل مع نشا. بسم الله. طيب الكشنة يا جماعة الخير تجلس نص ساعة، نص ساعة 35 دقيقة بعدها بتكون جاهزة. مشينا لكبستنا. دام الوضع الآن كل شيء على النار، نسوي ايش؟ سلطة. بسم الله. بعد مرور 40 دقيقة يا جماعة الخير على نار مو بهادية ولا هي عالية مرة، يعني ها كتمنا كتم يا رب بإذن الله إن شاء الله. أكبر. طبعا يا جماعه الخير نسيت اقول لكم، ترى اضفت صفار الزعفران لان اليوم ناوي للشباب كبيستين صفرة. هذه سميها كبسه الشتاء مع لذعه فلفل شوي، فعن فيني يقولون لكن ندفي عيالي. تبخروا يا مرحبا يا مرحبا يا ما شاء الله. تاخذون دجاجه اول شيء وسكين عشان تشوفون استوت ولا لا. اي والله انها استوت وذابت ما شاء الله. اذا خلصتوا من انها استوت ولا لا، لازم ملعقة تذوقون هل الملح كويس ناقص زايد. 100% ورب الكعبة يا رب لك الحمد، الملح بالضبط. طيب الان نضيف الرز ونكتمه من جديد ونشوفكم بعد 20 دقيقة. الله ما شاء الله. واو حرق يدي. حسبونا خلصنا. لا 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 اللي بعده. خلصنا اللي بعده. الرز يا جماعة الخير 10 كيلو. نبدأ نوزع الرز، نرجع نكتمل لمدة 20 دقيقة ونرجع لكم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة الخير. بعد مرور نص ساعة، بسم الله يا الله يا كريم، اللهم عني يا رب. بسم الله. أنا ما أدري أنتم تشوفون ولا ما تشوفون. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. أوه والله أني ماني قادر أشوف. هوب هوب. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة الخير، يا ما شاء الله، مع أنه طلع خويبص لكن أنه ما يضر. بسم الله. يقين مرة صح؟ يبسي ورا تلة بيد قوية. ها 3-2-1 أجل. السلام. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. طيب هنا خلصنا السلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل النهائي يا جماعة الخير. بسم الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. أحط الكشنة. حطينا سفرة للعيال. بس في مشكلة بسيطة يا جماعة الخير، زودنا شوي موية شوي موية لعلها الدجاج طبخ زيادة، الرز صار خويبص. فهذه تجربة الحمد لله، دام اني تعلمت الخطأ بإذن الله بعدين أطبخ ذبايح. الصحن الأول حط السلطة هنا. بس أقصد أنا قاعد أساعدك. كيف يرتب؟ والله العظيم اني قاعد أساعدك. خذ الصحن هناك. تعب اني أساعدك. روح هناك بعرسك إن شاء الله. وانت حاضر وانت حاضر. اللي بعده بسم الله. اصبر اصبر اصبر. ها حبيت الكعبة يا بعد قلبي. معليش ابو مشوح، ما عندك مشوكه وسكين كذا؟ هذه شوكه. شو انا متعود اني اكل بشوكه. اقول اما شغل اليد ها انا مره ما اروح روح هناك. حط جهز الزبادي والسمطر والخلطه ذيك. انا لسه ينبع بعد. تكون بارده تبرد. طيب هذا عشان تبرد. حاضر الحين حطت على الرز صارت حاره. سم يا عيال في ملاعقين اذا حار عليكم. يا مرحبا يا مرحبا والله برجان. يا علا هاني وعافية تقييمكم يا عيال بالله كيف؟ ممتاز والله العظيم. انك اسمع الريحه بس. ليش؟ والله العظيم من الذي الحمد لله قسم بالله تفتح مطعمين. ود 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 مطعم ومشوح انا اول الداعمين. والله العظيم حلوه ذي. يا رب لك الحمد. اكبر كميه اسويها يا جماعه الخير زي ما قلت لكم خطا مويه زياده بس هذا خطاي يا جماعه الخير. انا واحمد ما يحبون ياكلون معنا. ليش؟ لا لا لانه تخبيص تخبيص اليد الى هنا تصل ملاعق. وش فضحتونا؟ قصدنا ملاعق عشان يعني جيران. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه الخير. الله يعطيكم العافيه. تنسون من اللايك والاشتراك. نشوفكم المقطع الجاي. مع السلامه. كل ما شاء الله. اذكر الله اذكر الله.